بنتي سميتها حنان، انا الام ديالها. بنتي كانت صحيحه ما عندها والو، بداو كيخرجوا لها الوليسات في عنقها، والسيسه جوج كانت غير وحده، ما قواتش بها، خسرت لها عنقها. درت لها عمليه الاولى، ولات عاود من مور العمليه الاولى جلست شي عام، خرجت لها الثانيه، تبدلت لها البلاصه اللي كانت فيها الاولى، عاود درت لها عمليه، كل شيء في الكلينيك، ما كندير حتى شي حاجه بلا، كل شيء بالفلوس، كل شيء بالكلينيك. منين ديتو لهم دخلوها شهر 7 داروا لها عمليه، منين دار لها عمليه جلست شهرين، شهر 7 وشهر 8 كلها في الكلينيك في المركب. منين خرجتها من تما قالوا لي شهر 9 خرجتها، خرجتها للدار بقيت كنداويها في الدار. خرجوا لها كيخرجوا لها تريتمون ديال الدواء، هذيك كتسالى كنوليو نشريو لها وحده اخرى، كتسالى هذيك كنشري لها وحده اخرى، بقيت كنداويها، كنداوي لها الجرح، الجرح باقي ما براش حتى تسرح لها داك الشيء، عاوز بدا كينوض لها، عطيها تريتمون ديال الدواء، بقى كيعطيها تريتمون، والو داك الشيء كيجيد بسرعه، كيخرج داك الشيء بسرعه، كيخرج داك الشيء. رديتها له قلت له ها انت كتشد دابا، كبر لها هذا الشيء دابا، حلقه غادي تشد، وها انت كي دار لها. قال لي عاود جيبيها، بدات كتخنق لي في الدار، بعدا بدات كتخنق، كنوض في ثلاثه دليل في جوج دليل، كنخرج بها للطبيب كنسبك، كنقبض طاكسي ونسبك، كيديروا داك الاكسجين وكيرتاحوها وكتولي. المهم هبطوها لكاب للبلوك فين كيديروا العمليه، بقيت انا كنتسناها على برا، هو مشى بحالو. دخلوها هادوك حتى طلعوها لي، ملي طلعوها متقبل لها عنقها، دايرين لها هاد الكاميرا، بعدا عيطوا لي قالوا لها هاد الكاميرا تمشي تجيبيها. مشيت خرجت للفرماسيان شريتها ب 14000 ريال، باش شريتها وجبتها لهم، هي هادي اللي ركبوا لها. وانا قلت ما عمرو طلع عليها، حتى طلعني يقول لي كي دايره هذيك الحاله ديالها، ولا كي دارت، ولا مالو، ما شفناهاش وجهه كاع. كنسولو عليه كيقولوا لي ما جاش، كنسولو عليه كيقول لي ما كاينش. بقات نهار 10 ايام جايب لي الفرمليين، جايبين لي الورقه الخروج، قالوا لي لا غتخرجي بنت. قلت لها علاش غنخرجها في هذه الحاله، هي هذه والطوب ديالها ما عمرو جا شافها، خصو يشوفها. قالوا لي هو اللي كلفنا نعطيوك هذه الورقه باش تخرجيها. قلت له شنو؟ هو كيجي واحد الطبيب هذا قال لك، عيطوا في التليفون قال لي غير خرجي بنتك تموت حداك. انا ما عندي ما ندير لها، انا داكشي ديالها ما فهمتوش، انا داكشي ديالها بالسرعه ناض داكشي، انا ما عندي ما ندير لها عمليه، نبقى بحال اللي كننقي لها الزرع من وجهها حيت تسرح لها من داخل ومن برا. قال لي انا ما عندي ما ندير لها. كانت غزاله، كانت ها انتم التصويره ديالها تشوفوها، كانت فنه، كانت خدامه في كازا، هي العوين ديالي، هي اللي كتعاوني، هي اللي كتهز بيديا، هي اللي كتحن عليا. انا كنت انا كنخدم غير مع التخيطور، انا ما عنديش، منين بعت رزقي وبعت كلشي ما بقى لي والو، خرجت كنخدم، كنخدم عند التخيطور، وهي كتخدم في كازا، كانت كتخدم في زهره في كازا. مسكينه كانت صحه وسلام، كانت صحيحه، كانت تبارك الله، ما خاصها حتى انت، كلشي راه كتشوفوا قدامكم. منين مرضت دابا من شهر 7 من هذيك العمليه ديال المركب، من شهر 7 لهنا هي اللي ولات في هذه الحاله هذه. انا بعت كل شيء اللي عندي، ما بقات لي حتى شي حاجه، ما بقات لي ما نبيع ولا ما نقدم، صافي دابا بقيت غير كنشوف فيها فوقاش، نشوفها كتوفى، ما بقى عندي ما ندير، صافي. عندي خوتي من با ما كيسولوش فيا، منين نادى عمره ما سولوا فيا، عمره ما عرفوني، عمره ما داوها فيا، انا غير مع الناس. منين مرضت بنتي، منين دارت العمليه في شهر 7 ما خرجت نخدم، جالسه مقابلاها، ما عرفتش شكون غيوكلها، شكون اللي غيكون بها، جالسه مقابلاها والناس محسنين، اللي طلق الله على يديه، اللي كيجيب لي سخيره، اللي كيجيب لي باش نقضي كل نهار، باش ما كتب الله كل نهار كندوزو غير بمحسنين. تهزمت حتى انا في صحتي، حتى انا ما بقاش فيا، حتى انا ما كنتش حتى انا، حتى انا كنوريك التصاور ديالي راه ماشي هكا. حتى انا منين مرضت بنتي وصلت لهاد الحاله، حتى انا مرضت اكثر منها، هي كنشوفها هكا وانا كنتقطع اكثر منها، حتى انا كنموت عرق بعرق قدامها، وما صبت لها حيله ولا قوه والو. باش وليت دابا اتجهت للمسلمين، كان المحسنين كنطلبهم وكنرغبهم كنزوق فيهم، انا ما خاصني حتى شي حاجه، انا راضيه بحكم اللي عطاني الله، انا بغيت غير بنتي تشافى، وبغيت غير بنتي تعافى، وبغيت غير بنتي تولي كي كانت، وبغيت غير بنتي نشوفها قدامي عاود كيما كانت. سيدي ربي هما اللي هو الشافي العافي، ولكن المحسنين هما السبب، كنشوف يعاونوني. الدموع راني كنقيل نبكي قدامها، راني عينيا نشفولي، راني كنت كنخرج للزنقه ونشد نبقى حتى كيشدوني عباد الله كيقولوا لي مالك، ما كنقدش نبكي قدامها. كندخل عاود وكندخل كنمسح عينيا وندخل عندها، راه دابا الا ما بكيتش دابا راه عينيا نشفو، راه ما بقاليش دموع، صافي. راني هادي 8 شهور وانا كنبكي، كي كنشوف بنتي كتقطع وانا كنبكي قدامها، كنبكي قدامها، كتنوض حتى هي تبكي، تقول لها ماما واش غادي نموت، تنقول لها لو كنولي نضحك في وجهها ونخرج الزنقه نبكي وندخل.
نعم الله يرحم الوالدين، الله يجازيكم بخير، الله يكون منكم، الله يكون منكم، الله ييسركم الامور. اللي بغى يحن قلبه على هذه البنت هي قدامكم كتشوفوا فيها، الله يجازيكم بخير. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.